امبارح نزلت بوست عن افضل مشط ممكن تقدري تستخدميه وايه مواصفاته وايه اللي ممنوع ان احنا نستخدمه للشعر، وبصراحة اتفاجئت ان هو اخد لايك كتير جدا وكمان اخد تعليقات. في ناس فعلا كانت اول مرة تعرف المعلومة، وفي ناس كانت استخدمت بالفعل المشط دوت وكانت بتشكر فيه جدا. تابعونا لنهاية الفيديو، متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد، معكم الدكتورة آية طبيبة أمراض جلدية. قبل ما نبدأ أنا حابة برضو أن أنتم تشتركوا معايا وتعملوا لايك لصفحة الفيسبوك، نسيبها لكم في أول تعليق بإذن الله، كل يدخل ويعمل لايك للبيج بتاعتنا عشان تبتدي أنها تنتشر على الفيسبوك. هو دوت المشط بمواصفاته اللي يعتبر ممتاز وأفضل حاجة تسرحي بيها شعر بنتك وشعرك. ايه بقى هي المواصفات؟ اول حاجة ان هو يكون خشب، تاني حاجة ان تكون اسنانه واسعة، تالت حاجة ان تكون نهايات الاسنان نفسها مدورة مش مدببة عشان ما تخربش فروة الرأس. طب لو مش متاح الخشب ممكن احنا نستخدم زيه بالظبط الشكل اللي هو البلاستيك، ماشي، هيبقى ارحم بكتير، ولو ان الافضل يكون ان هو الخشب، لكن لا يفضل الاتي. ايه بقى؟ ما يفضلش اللي هو بتكون اسنانه ضيقه، ما يفضلش اللي بتكون نهاياته مدببه لان دي بتخربش في فروه الراس وبتقطع الشعر. ما يفضلش الفرشه نهائيا، الفرشه ممكن الرجاله تستعملها اوكي، انما البنات والسيدات والكلام ده كله مش هينفع ان هم يستخدموا الفرشه خالص لانها تقطع لهم الشعر. ودي كانت معلومه النهارده، يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم، واستنوني في حلقات تانية. مع السلامه.